ما هي مبطلات الصلاة؟ يعني أشياء لو فعلها المصلي فالصلاة باطل. Quelques choses qui gâtent la Ça veut dire quelque chose qui vous fait que soit là pendant un compte. الأول أن يتكلم متعمدا في الصلاة. Premièrement, il cause esprit de soi. عالما تحريم الكلام في الصلاة. يعني هو يعرف أن الكلام في الصلاة حرام. Il connaît la connaissance qui est déposée dans la sa cause qui peut causer est haram. ذاكرا لا ناسيا. Imaginez, pas oublié. يعني مثلا ياخذ التليفون ويرد يقول انا اصلي اتصل عليك بعد الصلاه بعد 5 دقائق نعم الثاني الحركه الكثيره المتتابعه حتى تنظر اليه تظن غير مصلي من كثره ما يتحرك يعني يخرج الهاتف وينظر في الرسائل وممكن يكتب ردها أنت تنظر إليه تظن غير مصلي أيضا الالتفات الكثير عن القبلة يعني هذه القبلة هو يلتفت هنا مثلا الأكل الشرب الضحك انكشاف العورة خاصة من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد إذا انكشفت العورة من هنا الصلاة باطلة انتقاض الطهارة يعني خرج منه وهو يصلي خرج منه ريح ماذا يصنع؟ يخرج يتوضا ويرجع ما يستطيع ان يكمل الصلاه لكن يقين ليس شك وساوس يعني يقين خرج منه ريح ليس وسواس وصوتي في وضوء ولا سرتي ساتي من صوتي ولو في وضوء من فيه صلاه